اقول له انا عايز مشروع جديد، ماشي؟ بيقول لي انت هتشتغل على انهي حاجه؟ اقول له مثلا ميكانيكا، ونشوف ايه الفرق وكده، تمام؟ طيب انا عندي المشروع اهوت، تمام؟ انا اخترت التمبليت، فعشان اخترت التمبليت حط لي هو حاجات من عنده، حط لي ايه شايف الحاجات ديت اللي هي الاليفيجن، تمام؟ يعني خلينا نرسم حيطه. ايوه انا رسمت حيطه، ماشي؟ ايوه لو جيت على الاليفيجن دوت وقلت له قلت له وريني اللي جوه في الاليفيجن دوت، قلت له في الاليفيجن فيو بس همد شويه. انا حاسه جوتو الفيجن فيو، تمام؟ هيبدا يوريني ايه الحاجات اللي هي في الالفيجن، ماشي؟ وبرده لو عايز ارسم سيكشن، لما اجي ارسم سيكشن بسطها خالص، باجي هنا اقول له ارسم لي سيكشن، واروح مثلا ارسم سيكشن هنا، تمام؟ تمام، فبدا يرسم لي سيكشن. فمن السيكشن بقى ابدا اشوف مثلا الحيطه دي، بص انا بعدل فيها ازاي بسهوله اهي، بسحب الحيطه تصغر معايا، ازيحها زي ما انا عايز، تمام؟ يعني الحته دي مثلا لو انا جاي اعدلها مثلا في الكاد لازم اعمل تريم واوفست، لا ده انا مجرد بس بدوس سهم يمين او شمال بيتحرك معايا. بتحكم فيها ازاي؟ ماشي، عايز المقاس، هي دي حاجه في المانج، تمام؟ في السناب هي نفس هي، تمام؟ ممكن اقول له مثلا هنا بحركها كل 1000 او 100 او 20 او 5، حسب ايه؟ حسب الزوم بتاعي، تمام؟ يعني لو انا قربت قوي، تمام؟ خلينا نرسم حتى كمان، تمام؟ ينفعش وانا مثلا بحركها اكتب المقاس اللي انا عايزاه؟ ينفع زي كل اللي انت عايزاه، تمام؟ طب تعالوا نشوف الفكرتين دول، لو انا رسمت دايمنشن، تمام؟ من هنا لهنا، تمام؟ ده بالمقاس دوت، لو انا حركت كده بيتحرك معايا ايه؟ تمام؟ اه لو انا عملت قربت قوي، تمام؟ عملت قربت قوي هتلاقي الرقم نفسه بيتغير بس بطريقه ايه؟ اقل. يعني هو لو انا عامل زوم بعيد قوي يتغير بمسافه قليله خالص بينها، تمام؟ بمسافه قد ايه؟ بمسافه دي، تمام؟ يعني لو انا عامل زوم قوي يغير بخمسه، لو اكتر 20، ممكن ازود، ممكن اكتب اللي انا عايزه هنا، تمام؟ هو بيعمل ايه؟ لو انا مثلا واقف بعيد خالص يبقى انا عايز احرك ايه؟ مسافه كبيره، مسافه احس بيها، يعني ما ينفعش اجي كده وعمال ادوس وبيحرك لي 1%، لا لازم احرك اكتر. انت لو انت بتحرك بسهم، يعني انت بتحرك بسهم الحركه معاك اسرع. لما تيجي تعمل زوم هتلاقي الحركه بقت ابطا، تمام؟ لو انت بس عايز تحرك بمسافه ممكن اجي هنا شايف اول، خلي بالك انا اول ما وقفت عليها دخلنا على قائمه موديفاي معايا، قائمه موديفاي بلاقي حاجه اسمها ام في، ماشي؟ ام في بروح مختار هنا واقول له مثلا حركها لي بمقدار مثلا ايه 3000، تمام؟ اتحركت بمقدار كام؟ 8000. عايز اخدها كوبي بقول له ايه كوبي، تمام؟ واروح ايه محركها مثلا بالمثل اللي عايزه، تمام؟ عايز احركها بالماوس بمسك الماوس وازيحها زي ما انت عايز، تمام؟ انا عشان اخترت التمبليت هو حاطط لي شويه حاجات، حاطط لي هو الحاجات اللي في الجنب ديت، تمام؟ دي الفيجن، الفيجن دي يعني ده يعني ايه داخل في الجنب؟ دي الفيجن، الفيجن اللي هي ايه؟ زي سيكشن بس واجهه، الواجهه بتاعت المبنى، تمام؟ هي الواجهه بتاعت المبنى، هما معماري اكتر الناس بيستخدموها، تمام؟ ماشي، دي لو انا عايزها بخليها، مش عايزها بشيلها، تمام؟ تعالوا مثلا نجيب الحاجه اللي احنا هنشتغل عليها، هقول له انسرت، هقول له لينك كاد، تمام؟ واحده واحده، انا دلوقتي عايز اجيب ملف عشان كلنا هنشتغل على مشروع، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. انا دلوقتي هجيب مشروع، تمام؟ معمول كاد وابدا اشتغل عليه،
فهجيب ملف الكاد واحطه عندي، حاجه من الاثنين، يا اما اقول له لينك كاد، يا اما امبورت كاد. معايا؟ تفرق فين؟ اللينك كاد تمام خد خد اكسريف من لوحه الكاد. معايا؟ عارفين موضوع الاكسريف في الكاد، خد اكسريف، فلو الحاجه ملف الكاد حصل فيه تعديل بيظهر معايا، لو حاجه اتلغت هتلغى عندي. تمام؟ لو الملف ضاع خلاص مش هيظهر عندي حاجه خالص. تمام؟ ف احسن لي ناس تشتغل بلينك كاد على اساس لو حد عدل في المعماري او عدل في لوحه الاوتوكاد تتعدل عندي. تمام؟ امبورت كاد لا، بياخد الملف الكاد يحطه في ملف الريفت، فلو اتلغى خلاص انا خدته، اسمه اتغير ما فيش مشكله، حد عدل فيه مش في حاجه خالص. فعشان كده لينك كاد دي بستخدمها لما اكون ادخل لوح، ممكن ادخل اكون مدخل مثلا سيكشن بلان اي حاجه من الحاجات. امبورت كاد بستخدمها لما اكون هدخل ستاندرد تيلز، لان ستاندرد تيلز مش هتتغير كتير. الامبورت كاد هقدر اعدل فيها. ماشي. لا 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 تمام، ما فيش مشكله، بس هتدخل، بس هتدخل صوره. ماشي ماشي هي ماشي. ايوه هيجي لي 3 دي ولا 2 دي؟ طيب ما هي دي الفكره، فهضطر ان انا ابذل جهد بسيط جدا، هيكون اسهل بكتير طبعا لو انا بادئ من الصفر ان انا احول الشغل ده ل 3 دي. طب ما فيش مشكله خالص، طب ما دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه. ما في برامج بتحول البي دي اف او الجي بي جي لدي دبليو جي. تمام، فاحنا قطعنا كده جزء من المسار، هتاكد بس ان اليونت مظبوطه وابدا الشغل عادي. باذن الله. لا هو مش 3 دي، هو 4 دي. تمام، هديني انفورميشن. تمام، الله ينور عليك. تمام ماشي، فانا هقول له ايه لينك كات. تمام، وابدا اديله المسار. لا هي في نقطه، بدل ما انت كنت بتعمل مشروع صغير، اصل هو دلوقتي حتى لما تشوف في الامارات اغلب ال هو صاحب الشركه يعملها ويعمل حصر لا هو كان الاول، هو دلوقتي الامارات اغلب الناس شغاله فيها شغاله امريكان، لان المشاريع بتاعتهم صعبه تعمل بالكاد. زي ما تطلع، بس هي دي اضمن حاجه ان انا اظبط اللي على دي. كده وانا احطها بايديا في اي حته في اللوحه. تمام، وفي مانوال بيس بوينت، يعني هيختار لي لوحه الكد والنقطه نفسها انا احطها في اي مكان مانوال، هدوس في النقطه دي تبقى دي نقطه الاورجن. تمام ماشي. الكلر انت عايز الحاجات دي تروح بأني لون، انفيرت ولا يعني عايزها بنفس اللون ولا تتعكس ولا بلاك اند وايت؟ تمام، زي ما انت عايز، اللي انت اريح للعين، لان في ناس بتقول لك انا عايز خلفيه سوداء. فخلفيه سوداء ماشي، انا عايز خلفيه سوداء خليها سوداء ما فيهاش مشكله، هنشوفها مع بعض. تمام، اللير انت عايز كل الليرات ولا عايز الليرات اللي معمول لها لير اون في الكاد، ولا عايز ان انا اختار اسامي الليرات؟ تمام، زي ما انت عايز. ماشي، اما خلينا نختار الاصعب اللي هي ان انا اختار بعد كده. تمام، الوحده انيو هشغل بانيون. تمام، هتنزل الحاجه دي في انهي ليفل، في ليفل واحد ولا في ليفل اتنين؟
تمام. كرنت فيو اونلي يعني ما احنا عندنا، ما عندي في المشروع ده انا عامل ليفلين، ليفل 1 وليفل 2. تمام، هو ده موجود في التمبلت، لان اقل حاجه في المشروع ان هو بيبقى 2 ليفل. ممكن تكون انت مثلا الشركه بتاعتك كل شغلها 5 ليفل، تروح انت معدل في التمبلت ان التمبلت بتاعك 5 ليفل. تمام ماشي. طيب انا لو قلت له لو شلت العمل دي تمام هينزل لي في ليفل واحد لكل الناس، يعني لو عندي معماري هينزل له اللوحه دي وهينزلها عند الاستراكشر وهينزلها، فانا احسن لي اقول له كرنت فيو اونلي، يعني نزل لي اللوحه دي في الفيو بتاعنا بس. تمام. طيب نرجع مع بعض، مين اللي عارفهم طبعا عشان يقولهم؟ لا، مين اللي عارف الحاجات دي يقولهم بسرعه. ايوه الكولر اللي هي ايه؟ اللي اما يعكس الالوان، اللي اما يخلي الالوان زي ما هي، اللي اما يخليها بلاك اند وايت. نراجع برضو مع بعض عشان ايه يعني ما ننساش. اللي هنا بيختار نقطه البوزيشن بتاعي، يعني هختار سنتر تو سنتر، احسن حاجه اورجنت تو اورجن. لما الشركه كلها شغال اورجنت تو اورجن هضمن لي ان مفيش حاجه تروح. تمام، هي من اكبر ميزات في الريفت، ان حاجه بتطلع مظبوطه. انا طلعت صاج من الدور الاولاني في الحته دي، هيطلع معايا في الدور الثاني ويطلع معايا في الدور الثالث والدور الرابع، مش هرحلها في دور وبقيه الادوار ما ترحلتش، لا كله اترحل مع بعض. تمام. طيب الامبورت وحده، الامبورت يونت، انت شغال بأنهي وحده؟ احنا شغالينها بالمتر. ايوه انتوا شغالينها بالمليمتر، بالمتر. خلاص ماشي، خلاص اقول له ايه؟ اوبن. هيبدأ بقى يفتح ملف الكاد ونبدأ نشتغل عليه. في مشكلة في الملف، هو هنا جاب لي بقى الليرات. تمام، بيقول لي ايه الليرات انت عايز فيها وايه الليرات انت عايز تفتحها. تمام، ممكن تسيب اي لير انت عايزه وتسيب الليرات اللي انت عايزها. ماشي، اقول له اوكي. كده دوت متر ولا مليمتر؟ some number of data was inputted by the use of the brain. مش هو نزلها اهو. طيب انا بس عايز اجرب حاجه، قول. لا لا، هي مش بالمليمتر خالص، المفروض بال خليها متر. ماشي، اورجن تو اورجن. هو ممكن تكون اللوحة نفسها فيها مشكلة. طيب نجرب، بس انا اشتغلت على المشروع، اعتقد المشروع ده اشتغلت عليه في البيت. لينك كيت. طيب نجرب واحدة العرش مثلا، متر. طيب سنتر سنتر هستخدم، بس هو اللوحة اصلا مش موجودة لسه. لينك كيت. طيب انا هجرب المليمتر، شوف هتنفع. هو لو تقريبا في مشكلة في طيب لو انا عايز اظبط الوحدة بقول له يو ان. تمام، بيقول لي انت عايز تظبط الوحدات بتاعت ايه؟ كومون دي اللي هي الحاجات العادية خالص اللي هي اللينس. ماشي، ممكن اقول له مثلا خليها مثلا بالمليمتر او بالمتر او بالسيمي زي ما انا عايز، خليها بالمتر. ماشي تمام. طيب
عايز اظبط مثلا تو يعني هيقرب لعرب ايه، تمام؟ ممكن مثلا اخليه يقرب لعرب 10 مثلا، ولا بوينت 2 بوينت 2. تمام ماشي. اليون سيمبل بالمتر ولا بالنم؟ يعني بعد مثلا هو كتب مثلا 200، يكتب ام بوراها ولا ما يكتبش؟ ما يكتبش ماشي زي ما انت عايز، تمام اوكي. دي كل جبناها منين؟ حاجه من الاثنين، لا اما تكتب يو ان ماشي، لا اما اجي من قائمه مانج واقول له هات لي اليونت. اليونت بروجكت كام تاني، تمام. خلي بالك هو هنا ممكن اعمل ايه، ممكن اجي اقول له خلي المشروع كله بالمليمتر ما عدا قطر الماسوره خليها بالبوصه، يعني مش لازم المشروع كله يبقى شغال بالمليمتر، لا ده هنا بخصص. يعني ممكن اقول له ايه، خلي الاريا مثلا بالسكوير متر، تمام، او خليها بالامبير المحادثات الامريكيه لما المحادثات البريطانيه، لا ممكن اختار حاجات معينه تبقى كده وحاجات تبقى كده ماشي. يعني ممكن اجي هنا مثلا اقول له السلوب، اختار انا هعمل انا سلوب، تمام ماشي. طيب انا دلوقتي مثلا اخترت اقول له اوكي هيبدا ايه يشتغل. طيب انا قلت له وول. طيب احنا دلوقتي نبدا نشتغل فعلا الشغل الحقيقي، فنبدا بقى ايه نشوف الحاجات مع بعض. طيب خلي بالك ده موجود في الضغطات، موجود في الباي، موجود في كل حاجه. انا دلوقتي لما اقول له ايه ادي له امر، مثلا لو جيت في ارتكشر وقلت له وول، او جيت في ستراكشر قلت له كولوم، او جيت في السيستم وقلت له ضغط، تمام. هاجي في الارتكشر مثلا اقول له انا عايز وول، هجيب لك الاختصارات، تمام. ممكن اقول له هنا ايه ارسم لي حيطه، تمام. عنده طرق كتير لرسم الحيطه ماشي. ممكن اقول له مثلا ارسم لي خط كده عادي ماشي، او اقول له ارسم لي اوضه. بص يا باشمهندس انا دلوقتي ممكن اقول له ارسم لي حيطه، انا لما قلت له ارسم لي حيطه تمام قال لي هترسم باني طريقه، ممكن ارسم لاين، الطريقه بتاعت الكاد عادي. بص انا لما برسم خط هو بيعتبره لاين، تمام ماشي تمام. او اقول له ارسم لي ريكتانجل معايا، معايا الموضوع ولا؟ طب خد ارسم يعني. خد ايوه ما بص انت شايف الخصائص دي كلها، كل الخصائص دي يعني وخاصه باخر امر بستخدمه. يعني لو جيت في ستراكشر وقلت له استخدم لي مثلا البيم هيبدا ايه بيم، هقول له مثلا استخدم لي الضغط هيبدا يجيب لي الخصائص بتاعت الضغط. يعني الضغط مثلا محتاج ادخل له الويتس والهاي، انما الول محتاج ادخل له ايه، محتاج ادخل له الارتفاع، تمام. طب نركز بس شويه كده، لا ماشي. طيب انا دلوقتي مثلا لو انا هاجي ابدا ارسم، تمام، باجي هنا بقول له انا عايز ارسم لاين، وابدا ارسم ايه لاين، تيجي تطبق انت؟ لا انا بطبق، لا بطبق، ما اصل لازم كل واحد يبقى قدامه جهاز كمبيوتر. لو عايز تطبق تعالى انت. طيب انا بقول لك لو عايز تيجي تطبق. طيب لو انا قلت له مثلا دي هبدا ارسم ايه لاين، لو ما لا ما بصش الخصائص دي، دي كل الصفات نبدا نشوفها مع بعض. كل دي خصائص لل، لا انت مش بترسم لاين، انت بترسم حيطه. تمام. طيب انا شفت ان انا هاخد هعمل البورد مثلا وهو ماشي على اللاين بتاعي او على الاكسس بتاعتي، ان انا هعمل البورد بتاعتي تمام اخش في كولم او مسقطه كولم على الانترسكشن اللي المفروض فيها كولم، تمام. ايه احتياجاتي بقى من اللاين؟ انا سعيد اني سالت السؤال ده. واحده واحده ماشي. انا ممكن دلوقتي انا جيت الوول دي لقيت فيه اختيارات كتير قوي، انا خدت اول واحده تمام، لسه الباب ما جيناش عنده. ممكن اقول له وول وابدا ارسم خط، ابدا ارسم خط بقى ازاي؟ ممكن اجي هنا تمام وابدا ارسم خط، بس ارسم مثلا من هنا لهنا تمام. دي طريقه، والطريقه دي مش صح،
بس دي طريقه. تمام. طيب اللي بعد كده ممكن نرسم ايه مستطيل مره واحده، يعني يكون عندي اوضه اروح جاي هنا مثلا، انا عندي ادوات ثانيه كتيره، او انا مش برسم انا برسم هي حيطه. يعني لو جينا دلوقتي احنا كده خلصنا مثلا الرسم، عايز اشوف الحاجات دي بقى في 3 دي، اقول له وريني في 3 دي، اهي كل اللي احنا رسمناه اترسم في 3 دي. تمام. لا ده الحته دي غلط، انا عايز مثلا ارسمه معين. تمام. بص انا لما اجي اعمل سيلكت كده ما بيجيش معايا ليه؟ لان اختار ان انا شغال ميكانيكال، هقول له شغال اركتكشر. تمام. وابدا اعمل سيلكت عادي. تمام. هو هنا ارتفاع كام؟ 8. هقول له لا خليها مثلا 7. تمام. فالتعديل فيه سهل، مجرد ان ارفع الحاجه وادي له المعلومه نفسها خلاص هو بيعدل فيها. انهي حته ديت؟ عايز تعدل فيها اهي؟ عدل فيها زي ما انت عايز اهي 5. تمام. وممكن اديله خصائص، ممكن اخليها مثلا ازاز، ممكن اديها اي خصائص انا عايزها، انا ابدا اغير فيها. تمام. دي مثلا خصائص، ما هي دي كلها خصائص. يعني انا بقول له مثلا ارسم بول، بيقول لي انت عايز ترسم بأي طريقه؟ في لاين، اللاين ده مش هرسم لاين، هرسم حيطه. تمام. هاجي في نص الحيطه، هاجي في نص الحيطه وارسم مثلا اهي. تمام. ماشي. هيبدا يرسم الحيطه. ماشي. هبدا انا بقى ايه اشوف ايه الحاجات الثانيه. وبعد كده ارسم ريكتانجل، لو انا عندي اوضه هخلص هنا ديت، هبدا ارسم هنا دائري، لو انا عندي مثلا مبنى دائري. تمام. هنا لو انا عندي مثلا حاجه على شكل قوس، يعني في انا كنت فاكر شايف قوس هنا من شويه اهو. تمام. هاجي اشوف النقطه المركز هنا ونقطه المركز هنا. تمام. وابدا ايه ارسم بيهم زي ما انا عايز. ماشي. الطريقه دي مش صح ومش دقيقه، انما ايه احسن طريقه عندي؟ ان انا ارسم بول، انا كده اصلا عندي المعماري، فانا عايز اقول له افهم من ده معماري واحوله، فبلاقي عندي حاجه اسمها بيك لاين. بيك لاين يعني ايه؟ باجي هنا واقع الخط. تمام. بس اقول له ايه بدل وول سنترال، لا انا عايز الكور. يعني بدل ما يعني انا لو جيت هنا ورسمت في الخط هرسم حته على الناحيتين. تمام. لا انا عايز يرسم من الجنب. تمام. هقول له ايه مثلا اكستيريور او انتيريور، وابدا ارسم من حته اهي. تمام. رسمت الخطا دي عشان في حته ثانيه اترسمت تحت. تمام. فهو لو في حته او في حاجه اترسمت غلط او اترسمت اكسس بينبهني ليها. يعني مثلا تعالى الحته دي، والله مثلا ايه ارسم هنا، بيقول له اوفر لاب، يعني في حته انت رسم فوق بعض. تمام. انا ممكن اجي مثلا في حته ثانيه. تمام. اي حته مثلا، هو الحيطان كلها بره صح؟ ولا في حته عند السلم؟ دي الحيطان اللي خلص مثلا هنا. تمام. اقول له انا عايز ارسم ايه؟ حيطه. تمام. طيب انا دلوقتي لما برسم هنا هيرسم هو مثلا حيطه بشكل معين، انا عايز ارسمها مثلا بالتخانه دي، عايز يعمل ايه؟ اجي هنا واقول له انا عايز التخانه اللي انا عايزها مثلا 90، مثلا عايز 300. طب ازاي اعرف السمك بتاعها؟ هو مكتوب اصلا هنا. لو عايز اقيس، لو انا عايز اقيس عندي ادتين للقياس، في ديت. تمام. دي بتقيس وبس، ما بت... يعني تكتبها ثواني على اللوحه. لو انت عايز حاجه تفضل بختار الاداه دي. تمام. اللي هي لاين دايمنشن. وايه بقى ايه التهشير ده مرخم علينا. لو انت عايز تسلسل تهشير، لو انت عايز تسلسل تهشير بدوس في في. تمام. واجي هنا في الامبورت كاتيجوري. تمام. بس دي قدام يعني، وتختار اللير بتاع التهشير. يعني لو انت حد عارف اللير بتاع التهشير ممكن تختار من هنا. تمام. ان لير وورد سكشن فين؟ هاتش هاتش نقفل الاثنين ونشوف هتأثر ولا لا. مش هي. تمام. طيب هو على العموم لو انا جيت اتلخبطت مثلا في حاجه بدوس تاب، هو بيبدا يجيب لي الخط التاني. يعني لما بدوس تاب لو عندي كذا حاجه بيبدا ينقل بينهم. تمام. تقريبا حركه كده. تمام. واجي عند الخط التاني. تمام. فجاب لي دي مثلا الحته دي قد ايه؟ معايا؟ تمام. الحته دي مثلا ايه؟ 25. انا عايز ارسم باول 25. تمام.
اقول له باك لاين واختار حته الايه 25. في عندي هنا حته 25؟ ما عنديش حته 25. اعمل حته 25 اعملها ازاي؟ هقول له ايديت تايب تمام، واغير الاسم اسمي دي ايه 25. ما انا كده زودت، انا كده زودت. بصي دوبليكيت بزود، لو انت عايز تغير في ده هقول له رينيم وغير تمام. فانا قلت له دوبليكيت وخليت ده ايه 250. تمام اوكي. طيب انا كده غيرت الاسم بس ما غيرتش حاجه نفسها. تمام، عشان اغير حاجه نفسها بدخل ايه في استراكشر بلادي، اقول له خلي دي ايه 2.5. تمام، من هنا هبدا احط بقى ال اسمها ايه الفينش بتاعي، الدهان، الحاجات دي كلها. اقول له اوكي تمام 250. اوكي كده بقى عندي حيطه ايه رقم 250. اختار الاداه ديت بيك لاين وابدا ايه ادوس عليها. تمام اهي، محتاج ايه؟ عايز تفهمه من كونكريت وكده؟ تمام، ممكن لو انت عايز تفهمها من كونكريت، بس هي كده الحته اتعملت. تمام، ممكن تمشي على بيت الحيطان هتلاقيها جت معاك. يعني ممكن تقول له بيك لاين تاني وول تمام بيك لاين. تمام، تعال نشوف بقى موضوع الكونكريت والحاجات ديت. الحتتين هم اتعملوا مع بعض برضه نفس الفكره، وهم هتلاقيهم بدا يفهم ان دي حته ودي حته، فبدا يربطهم ببعض. يعني مجرد ان اقف على واحده ودي ستيب هم الاثنين جم معايا كده. تمام، طيب انا بقى عايز اغير في الحته ديت، اجي هنا اقول له ايديت تايب واقول له استراكشر. دي الاستراكشر، انت عايز بس تديها كاتيجوري معينه، الماتيريال معين، بتيجي هنا بتلاقي كل الماتيريال اللي انت تصورها. تمام، شوف انت عايز ماتيريال ايه، عايز تخليها ميه، عايز تخليها ماس، عايز تخليها ازاز، زي ما انت عايز. تمام ماشي، عايز تزود لير ثانيه ممكن اقول له انسيرت واروح مزود لير ثانيه. يعني انا عندي الحيطه متكونه من كذا لير، فممكن تحط مثلا حاجه ثانيه. تمام، دي حاجه ليك انت، زود زي ما انت عايز واعمل زي ما انت عايز. ممكن الحيطه تبقى كذا اه، يعني هو مثلا في طبقه دهان مثلا. لا لا اه لا لا دهان واحد جواها اه. بسيطة جدا، ان انا ممكن اعمل ايوه، ما انا بقول لك هي في حاجه هنا موجوده تدي الخاصيه ديت. تمام، اللي هي تحت خالص اسمها ستراكشر، في حاجه هنا مش متحمله ماشي. بس هي الفكره ببساطه ان انا ممكن اعمل اربع حيطان وكل واحده اديها صفات معينه. اقول الحته دي من الزيرو لمسوب كذا، ومسوب كذا ومسوب كذا حته ثانيه. تمام، وليه ان انا ابدا اعدى فيه وليه ان انا ابدا بقى ابدا اظبط الليرات، وليه ان انا ابدا اعمل لير خاصه بيا او اعمل حيطان خاصه بيا. تمام، طيب لو انا قلت دلوقتي هكمل في موضوع الحيطان وبعد كده نخش بقى في حاجات ثانيه، ادي هو الوول. تمام، كل دي ادوات من دهالي. تمام، طيب احنا خدنا دي وخدنا دي وشفنا الحاجات دي، وبيك وول دي شفناها، مجرد ان نقف على اي حاجه هو يبدا ايه يرسم عليها. ماشي، طيب دي شويه انا بشرحها اسمها بيك فيس. انا دلوقتي لو انا عندي بقى عايز ارسم حيطه بس مايله، او عايز ارسم حيطه مش ماشيه بطريقه يعني ماشيه كده، حاجه سبيشال، فبرسم حاجه اسمها مس، كان انا بعملها في ال 3 دي ماكس او بعملها في السكتش اب، بعملها هنا في الريفت. يعني مش لازم اروح البرنامج الثاني، بس هي نفس الفكره، بعمل اي شكل كده عشوائي واضغط على الجانب يروح محول لي حيطه. تمام، اصل في بعض الناس قالت لك ايه ازاي اعمل حيطه بشكل غريب مثلا زي برج دبي او اي مشاريع ديت، في حته مثلا مش مظبوطه، في حته مايله واخده زاويه، الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي الريفت بيقدر يعملها. يعني بعمل مس وببدا ايه اروح محولها للبيك لول عن طريق ان ادوس ايه بيك فيس. تمام، بنعملها بالمش في السيد ماكس. ما هي كل بقى الاوامر دي موجوده في الريفت، ونفس الشكل ونفس، يعني هتلاقي نفس الاوامر هي هي، لان لما خلصت الشركات كل الشركات بقت تابعه اوتوديسك. تمام، طيب انا دلوقتي رسمت الحيطه، بس رسمتها من ارتفاع كام لارتفاع كام؟ انا عندي البيزمنت مثلا 4 متر ونص، ايش عرفنا ان انا كده رسم 4 متر ونص؟ بعمل ايه؟ 4 متر مثلا بقول له هنا عندي الهاي وعندي الدبس. انا هنا الول لما جيت ارسمها قال لي انت هترسم الهاي لتحت ولا لفوق؟ تمام، هقول له مثلا هاي
بيقول لي انت عايز ترسمها لحد الدور الثاني تمام، ولا عايز ترسمها بارتفاع انكونكت. ادي له هلو مثلا، اقول له الحته دي مثلا 8 متر. طيب انا دلوقتي عندي حاجتين وهنشوفهم مع بعض ارحمكم الله. انا دلوقتي عندي الحته دي اقدر عند البيزمنت انا عارف ان هو 4 متر تمام، اديها له 4 متر ولا اقول له ليفل 2؟ انا عندي الاختيارين والاثنين صح والاثنين في البرنامج تمام. ايه الفرق بينهم؟ احنا هنتخيل ان ده 4 متر وده 4 متر ماشي. جيت هنا تعال بس نشوف ال، بص انا دخلت هنا ده كام متر؟ ده هنا 4 متر بالظبط ماشي. انا بقى عايز اشوف فكره ان انا لما هرسم حيطه 4 متر هتفرق ايه لما اقول له اربطها بالدور الثاني تمام. انا جيت هنا مثلا خلينا نرسم مثلا هنا بعيد عن الشكل دوت، مثلا دي هنا كده رسمت دي 4 متر ماشي، وجيت رسمت حته ثانيه قلت له دي ليفل 2 ماشي. ايه الفرق بين دي ودي؟ الفرق بين دي ودي لو اثناء المشروع انا عدلت الليفل اللي مربوطه بالليفل 2 هتطلع لفوق، واللي مربوطه بمتر 4 هي واخد اوردر انها لحد الليفل 4 ملهاش دعوه بالارتفاعات تمام. يعني لو جيت هنا قلت له مثلا نرسم سيكشن، سيكشن بص امر سيكشن سهل قوي، هاجي هنا اقول له سيكشن وابدا اسحب من مكان لمكان، فبيقول لي مثلا سيكشن الناحيه دي تمام، عايز اعكسه اقول له اقلبه الناحيه دي تمام، اقول له براحتك خالص اهو 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 انت ممكن تلعب فيه براحتك زي ما انت عايز تمام. اسبلي اقطعي اسحب زي ما انت عايز تمام. هو البرنامج شغال في المجال دوت، فهتلاقي الحاجات مع كل اللي انت عايزها ان شاء الله تلاقيها موجوده تمام. انا عندي هنا الاثنين اهم تمام، عندي الاثنين دول ده مثلا مرتبط ب، ده مرتبط بايه؟ بص المعلومات ليفل 2 اب تو ليفل 2. خلي بالك المعلومات دي كلها متخزنه في البرنامج، هو قال ان ده بادئ من زيرو لحد ليفل 2. طب والتاني بادئ من زيرو لحد ليفل 4. طيب لو انا جيت هنا في الاليفيشن وعدلت في دوت، يعني جيت هنا وقلت له ده بدل ما 4 متر خليه 6 متر. طيب نروح نشوف السكشن عامل ايه. اللي كان مرتبط بالدور الثاني طلع تمام. يعني انا ممكن ارسم العمود كلها اقول له اربطها لي من الدور الاولاني للدور العاشر، العمود دي كلها تطلع من الدور الاولاني للدور العاشر تمام. هطلع في اي دور فيهم الاقيهم. يعني انا لو جيت على ده وقلت له مثلا ده خليه يطلع لحد فوق خالص، الحته دي خليها تطلع مثلا 27 متر ما عندوش اي مشكله خالص تمام. تيجي بقى في الدور الثاني. لا لا هي الحيطه دي موجوده، بس انا عامل حاجه اسمها كروب فيو. لو لغيتها كروب فيو، هو كروب فيو يعني انا مش عايز اشوف المبنى كله، انا عايز اشوف الحته دي بس اهي، الحته دي تمام. فلما اطلع في ليفل 2 هلاقيها الحته دي تمام. مع ايوه باشمهندس زي ما انت عايز، انت ممكن الاستراكشر ده ممكن تقول له الكاميرا ده انا عايزه ميه ازاز لا لا عايز ترسم كاميرا الحاجات دي في الامر دي كلها موجوده. خش استراكشر تمام، خش استراكشر عايز ترسم، ممكن ترسم وول استراكشر تمام، ممكن ترسم كولوم، ممكن ترسم فلور، وفي بيم اهي تمام، ما فيش اي مشكله خالص. طيب انا لو عندي مثلا المباني مكمله من الارض لفوق ما فيش اي مشكله خالص، عايزه يكمل لفوق بس يجي عند السقف ويخش فيه. طيب في كذا حل ليها، من ضمنها ان انا ارسمهم كلهم، ارسم الحيطان كلها وبعد كده اخدهم كوبي. انا ممكن اخد الحيطه دي كده وكوبي تمام، واقول له بيست الاين تو سيلكت ليفل، يعني انا رسمتها من الدور الاول للدور الثاني، هقول له بقى سقطها من بقيه الادوار الاين تو سيلكت ليفل. لو عندي 20 دور هسقط لي كل الحاجات دي في ال 20 دور تمام. دي طريقه، في طريقه ان انا اطلع وبعد كده
بعد ما ارسم الارضيه بتاعتي ابدا بقى ان انا ايه اظبطها، ان انا اطرح اظبطها يعني كذا طريقه، وانا اقولهم لك كلهم وانت اللي انت شايفه اصح اشتغل بيه. تمام، نكمل في موضوع الحيطان. لو انا قلت له اركتكشر بلاقي وول، بلاقي ايه وول. تمام، كل الادوات دي انا ممكن مثلا ايه ارسم ديت مثلا ايه. طيب انا لما جيت رسمت خدت انا دلوقتي في ليفل 2، هي هنا دي الادوار. يعني ممكن تلاقي مثلا ايه عندنا مثلا المشروع ده مثلا 14، المبنى ده 14 دور، هتروح انت عامل الادوار كلها هنا ال 14 دور. انت ترسم في اي دور؟ اللي بترسم في الدور اللي انت واقف عليه هترسم عليه. تمام، يعني فرض ان احنا مثلا بنرسم المبنى دوت، تمام، بنعدل في المبنى ده، هنعمل ايه؟ هنعمل 14 دور، هقف على الدور اللي انا عايز اعدل فيه، تمام، وابدا ارسم فيه. تاني تمام، انا دلوقتي الحته اللي انا رسمتها دي موجوده في انهي دور؟ ما انا ممكن يكون المشروع بتاعي مثلا دور كتير قوي، باجي هنا اختار الدور بتاعي. تمام، اخترت مثلا الدور الاولاني، تمام، ممكن اختار الدور التاني. لما اختار الدور التاني واديله اي اوردر، الاوردر ده بيبدا يتنفذ على الدور اللي انا واقف فيه. تمام، وممكن اعدل فيه، يعني انا ممكن اكون واقف في الدور التاني واقول له ارسم لي حاجه من الدور الاولاني للدور بتاعي. تمام، ماشي. طيب تعالى نكمل في الحيطان شويه. الول هرسم هاي ان كونكت 6 متر مش مشكله خالص. هنا احنا قلناها ان انا مثلا لو انا برسم من السنترال، تمام، برسم من السنترال، خلي بالك بص انا هعمل زوم بس كده شويه، انا كده ماشي منين؟ من نص الحيطه. تمام، ممكن في ممكن ان انا اقول له لا انا عايز ارسم من الحرف. تمام، اي انا بص ارسم منين؟ من الحرف معايا. تمام، زي ما انا عايز، يعني انت بتشوف انا اللي هسهل لك، والتفاصيل دي هنشوفها بعدين. في حاجه اسمها كور، في حاجه اسمها فينيش، هنشوفها السيشن يعني. بس الاول عندي حاجه اسمها تشين. ايه تشين ديت؟ الربط. الله ينور عليك. لو متعلم عليها وانا برسم وول الامر هيفضل شغال معايا. تمام، طيب لو انا شلت العلامه ديت وبدات ارسم، خلاص الامر، خلاص الموضوع خلص معايا، هبدا ارسم في مكان تاني خالص. تمام، اللي هي تشين. تمام، يعني انا لو انا معلم عليها اديته امر، الامر لسه شغال معايا، لسه شغال معايا، لسه شغال معايا. طيب لو انا شلت العلامه خلاص اجي ارسم في مكان تاني، الاقي بدات في مكان تاني خالص. تمام، ماشي. طيب بفرض ان انا بقى ايه، انا معايا خط، عندي مثلا عندي حاجه معينه وعايز ارسم حاجه على مسافه منها. تمام، اوف، يعني انا مثلا عندي الحاجه اللي مرسومه هنا انا مش عايز ارسم عليها، عايز ارسم جنبيها. تمام، عايز ارسم جنبيها هنا الول دوت. تمام، هقول له ايه؟ انا عايز اعمل اوف مثلا 2 متر بس. ماشي، بص انا همشي على الخط ده، ماشي، بس هو بيرسم الحيطه فين؟ ناحيتي. تمام، تمام. ما هو هو في او سناب، مش في هو في او سناب، في او سناب، زي الكاد، هو كاد برضه مانيش، سناب. تمام، بتلاقي كل الحاجات دي وكل دي لها اختصارات طول ما انت شغال فيها. تمام، ممكن تقول له مثلا اس اي هيجيبها لك، ممكن تقول له اس كيو زي ما انت عايز. ممكن وانا شغال مثلا، تمام، هدوس كليك يمين واقول له سناب، واقول له مثلا انا مش عايز حاجه غير الاند، فهو اوتوماتيك بيقلص اهو. تمام، يعني كليك يمين، ممكن انا مثلا ممكن هو انا عايز السنترال مش عايز الاند، كليك يمين واقول له سناب وراح مختار ايه الحاجه اللي انا عايزها. تمام، وانا تمام، ادي هو الول. في بس ايه اخر حاجه فيه اللي هي الريديس، الريديس اللي هي ايه؟
عايز ارسم خط ما يلتقوش مع بعض في خط، لا ده هما يبداوا يعملوا ايه نص قطر. تمام، ابدا اقول له ريديا. تمام، وابدا ارسم الحيطه. انا ما كنتش معلم تشين، تمام، عشان كده وقف. لو كنت معلم تشين كمل معايا. تمام، انت بتعمل الفيلم. هو بيعمل فيلد، بيعمل فيلد بريديوس معين بحيث ان هو ايه يديني الحاجه اللي انا عايزها. تمام، انا مش مهندسه دلوقتي تقدر ترسم الحيطه كلها؟ لا اصل انا مش بهزر، لو في حاجه اصل هو المطلوب منك بقى يعني الفيلد، انت عايز تشوف انا زاويه انت عايزها. تمام، يعني نعمل الامر في التاني. تمام، وول. تمام، هبدا اقول له مثلا عايز تشين اني راديوس اللي انا عايزها. ممكن اقول له زيرو، زيرو هيعملها بزاويه مستقيمه 90 درجه. لو انا عايزه بزاويه زي دي مثلا، عايزها اكبر من كده اللي هي 5 مثلا، ابدا ارسم. تمام، تمام، لو جيت وقفت على دي هتلاقي ان هو مديك ايه الخمسه. هو في فرق بسيط لان هو بيقيس من جوه وانا قايسها من ايه من النص، هو ده الفرق البسيط اللي بينها. تمام، ماشي كده. بالنسبه للحيطان فاهم شكل؟ زي ما بيسموها كان بتجيب لمبه تحتيها كده وبتاع. ايوه، انشائي ومعماري هم اللي عارفين الفوانيس. تمام. محاضرات غش عندهم. تمام، ماشي. طيب الحيطان كده فيها اي مشكله؟ مش لحد المعماري مين؟ طيب المعمار كده فيها مشكله؟ لا 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 مش مستاهله، هي ده بالوقت كده ان شاء الله. اصل هو يعني من النهارده مثلا الاسبوع الجاي مطلوب منك مثلا المبنى زي ده مثلا تبدا ترسمي حيطان وتبعته لي على الميل. خلاص ان شاء الله ما فيش اي مشكله خالص. لو في اي حاجه ابعتلي برضه على الميل فيها مشكله، وانا ان شاء الله ما نستناش الاسبوع الجاي عشان واقفين على معلومات صغيره ان شاء الله. تمام، طيب دي ادوات رسم الحيطه. في اي حاجه فيها مشكله دي لسه ما قربناش منها خالص. تمام، نرجع عليهم ونخش في حاجه تانية. نرجع عليهم خلاص. طيب ما انت برضو عندكم حيطان. ايوه، ما بقول لك عندكم حيطان في المتني، ما انا عارف. بس الفرق البسيط بقى بين الاثنين ان الاستراكشر هنا بقول له وول استراكشر، مش وول. انا ليه نرسم بالاثنين وانا في الاستراكشر؟ بقول له وول استراكشر. هو هنا بعت لي رساله بيقول لي انت عايز تسافر المشروع ولا لا. انا بظبطه في الخصائص ان هو يسالني كل تقريبا نص ساعه. تمام، ماشي. هو هنا بيعمل حاجات معينه ان هو هو طريقته مختلفه. تمام، بس هنا بيديني حاجه زياده ان هو كل نص ساعه بيفكرني. هي دي مش موجوده في الكاد، ان هو كل نص ساعه بعت لك رساله يقول لك سايف على الملف ولا لا. ممكن تلغيها خالص. تمام، اوبشن معايا من هنا، اخترت اوبشن، اجي هنا تقول له انا مش عايز. لا هو مفيش تيست اوتوماتيك بالمعنى، هو بيبقى في ملف لو حصل لك حاجه تعمل باك اب، بس طبعا الباك اب ده ما بيبقاش مضمون لا في الكاد ولا في الريفت ولا في اي حاجه خالص. تمام، فهو الواحد بيخليه هو يفكر. ماشي، طيب الاستراكشر هقول له وول استراكشر. تمام، بيفرق في ايه؟ بيفرق بعد كده في حاجه اسمها اناليتيك. لما اجي اعمل اجي اشوف التفاصيل بتاعت الاناليتيك بتاعت الاستراكشر، التركيز الاحمال فين. تمام، فدي هنشوفها ان شاء الله مع بعض. بس انا مجرد بس هنا هو انا خايف الحاجه دي عشان معموله دبس. لو قلت له هاي وبدات ارسم هيترسم. تمام، يعني حتى لو انا قلت له دبس هرسمها لتحت هتظهر معاك في البلين. تمام، في حاجات كتيره في المشروع بس ما ينفعش اقول كلها مره واحده عشان ما تحصلش لخبطه. يعني في حاجه اسمها الفيو رينج. الفيو رينج اللي هي ايه؟ اللوحه دي تشوف منين لفين. يعني عندي مثلا الليفل واحد. تمام، العادي ان انا بشوف من زيرو لاخر حته في الدور 4 متر. تمام، ممكن مثلا بتاع كهربا مش عايز اشوف الحاجات اللي هي ايه، عايز اشوف من اول 2 متر ل 4 متر، مش عايز اشوف الحاجات اللي تحت. او بتاع صحي عايز اشوف الحاجات اللي تحت نص متر عشان اشوف المصير اللي هي ماشيه تحت. فهو ممكن يقول له عايز من سالب نص متر
ل 350 عشان ما اشوفش المصير اللي فوقيه. تمام، فدي حاجه اسمها فيو رينج، دي هنلعب فيها براحتنا. ماشي. طيب الاستراكشر، ندخل شويه في الاستراكشر. طيب الوول، بختار وول استراكشر وهي نفس الاوامر كلها، ما فيش اي فرق خالص. ماشي. ناخد مثلا الكولوم، الكولوم اهي تقدر تشوف العمود اللي انت عايزاه. يعني مثلا العمود دوت لو مرسوم ابعاده بالظبط هتبدا ترسمه على طول، لو مش مرسوم هضطر ان انا اقيس بس بعد ما الغي هاتش. لو انت عارف اللير بتاع الهاتش ممكن تقيس. ماشي. مش ايه؟ ما هو بيطفي ازاي؟ اللي اوف ازاي؟ في دي تمام؟ هو بتيجي هنا؟ لا ما مش موجوده، لان هو معتبرها كلها كتله واحده. تمام؟ يعني موجوده في الشغل بتاع الريفت اللي انت رسمه ريفت، انما هو معتبر ان انت واخد صوره. تمام؟ فانا لو جيت اقيس ماشي وقست مثلا من هنا لهنا عشان اعرف بس العمود ده كان في كام. تمام؟ لهنا. طيب بحيث ان هو يجيب لي بدل الخط ده يجيب لي الخط اللي جنبيه. ماشي. طيب تمام. هو بالتالي ممكن نستنتج المقاس بتاع ان هو بيض 15، او جاب من جاب الزاوية. هو اعتقد ان هو مش دي بيض 30 بيض 30. طيب هقول له كولوم. تمام. وهقول له انا عايز احمل فاميلي جديده. تمام. نشط الفلاشه. تمام. كينجستون فاميلي استراكشر كولوم. تمام. مثلا كونكريت مثلا ديت عندنا اللي انت عايزاه. يعني في دائري اهوت في سكوير، السكوير ده هيديك الطول قد العرض بالظبط. ف مش ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين السنج. ممكن في راوند. تمام. اخترت اهو دوت. ماشي. تمام. حطيته. تمام. مش على مقاس خالص. هاجي هنا. ماشي. اشوف في حاجه ثانيه انا 930 ما فيش. اقول له دبليكيت 900 في 300. اوكي. اجي هنا راح مدخل بقى ايه المسافه 3 9. اوكي. ماشي. ممكن اعمل بقى امر الاين اللي احنا حفظناه في الكاد. تمام. واروح معلم برضه على دوت نفس الفكره برضه. واروح معلم على العمود، او ان انا اقول له امر موف. يعني ممكن امر الاين او امر موف او امر كوبي. الاوامر كل اللي احنا عارفينها في الكاد في اوامر موديفاي موجوده. يعني اوامر موديفاي بالكامل موجوده هنا. تمام. انا ممكن اجي هنا اقول له ام في. تمام. اروح عايز مثلا ايه نقلها لي هنا. تمام. بس كده تبدا تشوف الخصائص انت عايزها مثلا من الدور الكام للدور الكام، تعدلت زي ما انت عايزها. مثلا من الدور الاولاني مش 2 متر لا 4 متر، او تقول له لا اربطه لي بالدور الثاني مثلا. من الدور الثاني وتقول له ده خلي ده بزيرو. انا كده عملت ايه؟ قلت له انت بدايتك من ليفل 1 ونهايتك عند ليفل 2. تمام. لا هي انت بتدخلي، هي الفرق الوحيد فيها الاناليتيك مش هتفرق معاك. يعني انت ترسمي وهي الاناليتيك موجوده. تمام.
الناتج ده حاجه كده لسه تعرفين اكتر من ماشي. طيب لو انا عايز ارسم جريد تمام، تعال نرسم جريد. الجريد هتلاقيه في اركتكشر تمام اهو جريد، او تكتب جي ار تمام. برضو عندي شايف نفس الاختيارات اللي كانت موجوده في الوول، ممكن نرسم لاين يبقى ده جريد وادي مثلا رقم واحد، او ان انا اعمل بيك لاين، او ان انا اعمل بوست الاقواس اللي احنا فيها. ممكن اقول له اقف على دي مثلا، اقول له دي مثلا اهي، فيبدا بقى يعمل لي ايه، رسم لي الجريد. بس انا اعلم علامه صح هنا عشان يظهر لي الاسم هنا، اقول له دي ايه دبليو 7 ماشي. فلما ارسم الجريد تاني خلاص هو هيكمل عد معايا تمام. هو انتوا عكس صح؟ اه معلش تمام. اقول له دبليو 8 تمام، دبليو 9 10 11 زي ما انا عايز تمام. معايا ولا تمام؟ نعملها تاني دي برضه، برسم جريد هنا هعمل بيك لاين. يعني لو انا لسه في الاول خالص ممكن اجي هنا اقول له اعمل لي بيك لاين على دي واسميها دبليو 1 تمام. بعد كده دبليو 2 دبليو 3 دبليو 4 دبليو 5 دبليو 6 زي ما انا عايز ماشي. انا لو جيت هنا كنترول تاب، لو انا عايز اقلب بدوس كنترول تاب، ممكن اسحب دي كلهم يسحبوا معايا تمام. فهو بيشوف ايه الحاجات اللي بتوفر معايا وقت ويعملها لي، وانا ممكن اعدل اصغر الدوريه دي، اكبر الدوريه دي، اغير اللون، كل التعديلات دي ان شاء الله هناخدها مع بعض باذن الله.